لا عندك القرنفل في الدار، عندك كنز، خليك معايا للآخر باش تكتشفي استعمالات عجيبة ومتعددة وفوائد عظيمة. فاش غادي نستخدموه؟ فاش غادي يفيدنا؟ وكذلك طرق ديال الاستعمال ديالو، ما تمشي فين؟ ويلا نبداو على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. كنتمنى الفيديو يلقاكم في أسم الصحة والعافية. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وفوائد عظيمة القرنفل، سبحان الله، استعمالات عجيبة ومتعددة عن تجربة وطريقة كذلك الاستخدام ديالو، خليكم معايا للآخر. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة، ما تنسونيش باللايك والبارتاج، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. غنبداو بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا معايا هذا هو القرنفل، انا وضعها في القاروره زجاجيه باش يبقى محافظ لي على الرائحه ديالو كذلك والفوائد العظيمه ديالو. بالنسبه للاستخدام ديالو، حتى تنبغي نستخدمو عاد تنغسلو، غير كننقيه وكنحتفظ به بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا معايا راه غير حبه وحده كافيه، وغادي تشوفوا معايا استخدامات عجيبه اللي غادي نديرو باذن الله، واستعمالات متعدده ما تمشيو فين. وغادي نبداو باول استعمال. بالنسبه لاول استعمال، فاش غادي يفيدنا هذا القرنفل هذا، اول حاجه غادي نحضروا واحد المنقوع من 7 حبات ديال القرنفل. خذوا 7 الحبات كما غادي تشوفوا معايا دابا، بغيتو تحيدوا لهم هذيك الرويسه اللي كتكون، ما بغيتوش خليهم هكا. غادي نغسلهم وغادي نتلاقى معكم باش نديروا تتمه ديال التحضير ديال هذا المشروب العجيب اللي غادي نستخدموه في بزاف ديال الاستعمالات، وخليكم معايا باقي استعمالات اخرى. كما شفتوا معايا دابا، بعد ما غسلت هاد 7 الحبات غادي نوضعهم في هاد الكاس. بسم الله، غادي نجيب ماء يكون غليان وغادي نوضعو في هاد الكاس هذا كما كتلاحظوا دابا، ما تعمروش يعني بزاف. وضروري مباشره فاش ديروا هاد الماء غليان تجيبوا واحد الطبسيله هكا اولا واحد الغطاء وكتغطيو هاد الكاس هذا، باش ما يطروش هادوك، يعني باش ما يفقدش لينا الفوائد العظيمه ديالو، وباش يبقى محافظ عليها وباش نستفدو منه اكثر واكثر. بالنسبه لهذا المشروب هذا، كنحضروه في الليل يعني، وما كيعطيش داك اللون وما كيطلقش حتى الصباح، يعني هذا كيتغير ليه اللون ديالو، وكنصفيه وكنشربوه على الريق اولا كنشربوه غير النص ديالو، وحتى الليل تنكملوه كذلك. وبالنسبه اللي ما قادرش عليه، ممكن يحليه بالعسل. خليكم معايا باقي غنقول لكم استعمالات ديال هذا المشروب فاش غيفيدنا. دابا غادي ندوزو نحضروا كذلك واحد الغسول من هذا القرنفل هذا كما غتشوفوا معايا. غادي نجيب هنا واحد المعلقه صغيره، هنا ما كنحسبوش الحبيبات، كنحسبوهم غير في داك اللي غنشربوا. هذا غنقول لكم كذلك استعمالات ديالو، غنجيب واحد المعلقه صغيره فيها 9 الحبات ولا اللي كان، فواحد الكاس صغير ديال الماء، ما يكونش كبير بزاف، كنديه فوق النار حتى تيغلي ليا كما شفتوا معايا دابا. انا راه هنايا سرعت الفيديو غير باش ما نطولش عليكم، يعني ديتو فوق النار مده ديال 2 دقائق، ومن بعد جبتو ودرتو في هذا الكاس هذا. يعني هذا الغسول هذا اللي بغى يكثر منه ممكن يكثر منه ويحتفظ به في الثلاجه. ونقول لكم كذلك الاستعمالات ديالو في اخر الفيديو. دابا غنبداو الاستعمالات الاولى ديال المشروب الاول السحري اللي كنخليوه هبات. بالنسبه لهذا المشروب الاول اللي استعملت معكم، كيتغير اللون ديالو فاش كيصبح، يعني ماشي فاش يلاه كتستعملوه. بالنسبه للاستعمالات ديالو وفاش غيفيدنا، سبحان الله، يعني اول استعمال عن تجربه، وهو انه كيفيدكم اللي عنده ضيق التنفس والحساسيه، يعني انه رائع ومضاد للالتهابات الفيروسيه. يعني مثلا الا كان عندنا هكا نزلات البرد، اولا الا كان عندنا كذلك التهاب ولا انسداد في الانف اولا في الحنجره، يعني راه رائع وكيفيدنا بزاف، بالاخص دوموا عليه مده ديال 7 ايام. راه عن تجربه البنات، ذلك جيد بالنسبه للناس اللي عندهم انتفاخ البطن وتراكم الغازات، يعني راه هذا المشروب هذا ديال هذا القرنفل السحري فعلا. وكذلك انه كيمد الجسم بالطاقه، يعني وكيحس الانسان بالحيويه وبالنشاط في اليوم كامل، وكذلك رائع ومضاد لجميع الالتهابات اولا اي حاجه كانت عندكم ديال التهاب في الحنجره اولا انسداد الانف، يعني راه هذا المشروب راه خطير وسحري وغادي يغنيكم على الطبيب والدواء. وكذلك هذا المشروب هذا رائع وجيد بالنسبه للناس اللي عندهم السعال الحاد، يعني حتى الكحبه اللي كتكون ناشفه اولا هكا اللي كتكون نيت تاع الحساسيه، راه ما عليكم الا تداوموا عليه. وكذلك هذا المشروب هذا رائع وجيد للذاكره، يعني كينشط كذلك الذاكره وتيحمي من مرض ديال الزهايمر الله يستر. وكذلك انه رائع بالنسبه للناس اللي عندهم يعني المشكل ديال الدوخه مع الصباح اولا الغثيان، اولا الا كانوا بغاو يسافروا هكا ما عليهم الا ياخذوا معاهم القرنفل، غير حبه وحده تغدعوها الا كنتو مسافرين تحت اللسان ديالكم واحد شويه، يعني تحسوا بها طلقات المفعول ديالها، راه غادي تهنيكم من بزاف ديال المشاكل. وكذلك رائع بالنسبه للناس اللي عندهم الام والصداع في الراس، يعني الناس اللي كضرهم مثلا الراس اولا، كذلك جيد ومفيد من زمان للفم يعني والدراس، يعني الناس اللي دراتهم شي درسه ولا اما كيجيبوا المطحون ديالو اولا غير حبه وحده كيوضعوها على الموضع وكتبرى لهم هذيك الدرسه اولا كتبنج ومكيبقاوش حاسين بداك الالم في اطار يحيدوها. وكذلك جيد بالنسبه للناس اللي عندهم التهابات الفم اولا اللثه،
كذلك جيد وكيخلص الجسم من السموم. دابا غتعرفوا معايا على كذلك الاستعمالات الرائعه ديال هذا الغسول. بالنسبه للاستعمالات العجيبه ديال هذا الغسول كما كتشوفوا معايا حتى هو عنده استعمالات رائعه وكيبقى معكم في الثلاجه مده 3 ايام في قاروره كتسدوا عليه. اول حاجه فاش كينفعكم كينفعكم يعني كغسول للفم، يعني كيحيد لكم رائحه الفم اللي عنده رائحه الفم او التهابات في الفم او لا يعني شي جروح هكا في الفم، يعني رائع وغسول طبيعي وكيعطيكم واحد الرائحه منعشه. وكذلك جيد للشعر، يعني بالنسبه للناس مثلا اللي يخافوا وليداتهم يتعادوا لهم هكا بالقمل ما عليهم الا انهم يمسحوا لهم الشعر ديالهم بهاد القرنفل والجوانب، وكذلك انه من زمان مفيد للشعر كيطول الشعر، واللي بغى كذلك يتخلص فهاد الصيف من الرائحه اللي كتكون ديال الشعر ما عليه الا يغسل بالمنقوع ديالو لانه رائع وتيعالج بزاف ديال المشاكل ديال الشعر. وكذلك هاد الغسول هذا كما كتشوفوا معايا راه مطهر رائع، ممكن تستعملوه يعني حتى في التخلص من رائحه القدمين اعزكم الله، يعني الناس كيعانيوهم بزاف من ديك الرائحه ما عليهم الا يديروا هذا المنقوع في واحد الانيه وينقعوا فيه رجليهم غادي يتخلصوا حتى من دوك الالتهابات اللي كيكونوا ما بين الصبعان وكذلك الرائحه الكريهه اعزكم الله. كنتمنى يفيدكم هذا المنقوع هذا. وبالنسبه كذلك هذا القرنفل راه غير حبه وحده منه غادي تخلصكم من بزاف ديال المشاكل، يعني خذوه معكم في السفر ديروه معكم في الساك غادي يهنيكم بزاف ديال الامور. خذوا حبه وديروها تحت اللسان ديالكم غادي تمدكم يعني طاقة غتمدكم يعني بزاف وغتحميكم يعني من العدوى وكذلك غتمد الجسم يعني بزاف ديال الفيتامينات لان القرنفل كيحتوي على بزاف ديال الفيتامينات اللي مهمه للجسم. وكذلك غادي تنظف لكم يعني الفم ديالكم تخلصكم من رائحه الفم، يعني غير حبه وحده عندها نفس المفعول ديال هادشي اللي تكلمنا عليه كامل. يعني كنتمنى فعلا القرنفل ما يخطى حتى دار لانه راه صيدلي عندكم في البيت ديالكم. وبالنسبه لاستعمالات اخرى ديال القرنفل انكم ممكن تعطروا به البيت ديالكم، يعني كديروا مع شويه القرفه وشويه ديال قشور الحامض اولا وكتخليوه يغلي فوق النار، يعني كتخلطوا من هاد الروائح مثلا في هاد الايام ديال العيد اللي باقي كيشوي اولا اللي باقي كيدير هكا اللحم بخار مكيبغيش ديك الريحه تكون في البيت، ما عليكم الا استعملوه. كذلك انه جيد ورائع تيطرد الحشرات. الا درتوا بعض العويدات هكا على حامضه وحده وحطيتوها حدا الاطفال اولا حدا الفواكه اولا في اي مكان عندكم فيه البعوض اولا ما كيبقاش. وكذلك القرنفل كنكهو به هكا طيب ديالنا بالاخص اللحم، اللي درنا اللحم مشوي في الكوكوت يعني كنضيفو ليه عويدات ديال القرنفل كيعطي واحد الطعم جيد. وكذلك رائع ممكن توضعوه حتى غير حبه وحده مع الشاي غادي تخلصكم من بزاف ديال المشاكل باذن الله، حتى المشاكل ديال المعده اللي عنده المشاكل ديال المعده. يعني القرنفل راه عنده استعمالات متعدده فوائد عظيمه ما خصوش يخطاكم. كنتمنى فعلا تكونوا استفدتوا من هذه الحصه هذه وتعرفتوا ولو على القليل ديال فوائد ديال القرنفل. وهنا كيكون الفيديو ديال سهلا وكنتمنى هاد الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. واللي المزيد من فوائد الاعشاب ما عليكم الا تزوروا القناه. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، ما تنساونيش باللايك تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والحبايب ديالكم باش فائده تعم كذلك تشجيع للقناه. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.